وأربعينك بعد ما حلت روحك يا العزيز بروحنا انشدت والحاضر سيد خلف رحمة الله عليك. والآن وقفة من حضورنا الأعزاء لقراءة سورة الفاتحة لشهداء العراق ولمفعول خاصة كرم ستار أبيك. I'm gonna say my love.
الله على جسمه الكره الان اذنها لك يا دفع
الذكري وحسن الله كبيرة. الآن إلى جوائز المباريات النهائية. أفضل والآن يتفضل الطاقم عمر شكرا للمتابعين، شكرا لجمهورنا الرياضي الكبار الان كابتن وقائد الفريق سيف اللون يتكلم. مبروك للفريق المظهر كرم ستار، هارد لك وحظا اوفر لفريق تميم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.